المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي عقد مؤتمرا صحفيا تكلم فيه عن آخر التطورات في العملية الشاملة سيناء 2018. عايز أقول لحضراتكم كلام مهم، ومتهيألي إن إحنا عندنا أولا بهجة بأنه العملية دي موجودة، ويعني النتائج بتاعتها إجمالا إيجابية جدا. وتخيلوا حضراتكم إن إحنا أي تأخر في أي حاجة من اللي بتحصل ديت كان ممكن تكون نتائجها كارثية. لكن اتكلم كمان عن انه في بعض شهداء. تعالوا حضراتكم نسمع جزءا من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل اخبار. وكانت نتائج المداهمات تتمثل في الاتي: تدمير عدد 158 هدف بواسطة القوات الجوية، و 413 هدف بواسطة المدفعية، القضاء على 71 فرد تكفيري والقبض على 5 آخرين، القبض على عدد 1852 فرد ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية، وتم فعلا الإفراج عن عدد كبير منهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا وتسليمهم كافة المتعلقات الشخصية، تدمير 1282 وكر ومخزن للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، اكتشاف وتدمير عدد 2 مركز إعلامي و2 مركز إرسال تستخدمها العناصر التكفيرية، مع اكتشاف وتدمير عدد 393 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة C4 والTNT، ده بالإضافة لاكتشاف وتدمير وضبط عدد 112 عربة و269 دراجة نارية خاصة للعناصر التكفيرية، بالتوازي مع اكتشاف وتدمير وضبط عدد 14 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية، وضبط عدد 99 بندقية خرطوش، مع اكتشاف وتدمير 3 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء بالتعاون ما بين قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين، مع ملاحقة العناصر العاملة في مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة، وقد تم تدمير 53 مزرعة لنبات البانجو، وضبط 39.3 طن من المواد المخدرة و2,100,000 قرص مخدر. ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد عدد 7 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 6 آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية. وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.